نحن من الذين يقولون ينبغي حصر الجدل الكلامي في محيط الجدل الكلامي وأن لا يتعطل، لأن تعطيله جريمة في حق الإنسان، كأننا نغيبه عن طريق الجنة. أنا لا يمكنني أن أترك إخواني أو بل أنفسنا، أتركهم ماذا؟ دون أن أقيهم نار جهنم. الله تعالى أمرني بذلك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا قلنا هؤلاء أنفسنا، طيب الله عز وجل يقول قوا أنفسكم، قوا أنفسكم، شلون نقي أنفسنا وأهلينا من النار التي وقودها الناس والحجارة؟ بأن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. نقول لهم مثلا: يا جماعة، يا قوم، يا إخواننا، يا أنفسنا، ولايتكم لأبي بكر وعمر وعثمان تودي بكم إلى جهنم، ديروا بالكم، ترى ما يجوز واحد يتولى المنافقين، هؤلاء منافقون، دعونا نبحث، نبحث في حالات هؤلاء، في شخصي هذه الشخصيات المختلف عليها. هذا هو الصحيح، هكذا تسدي لهم خدمة، هكذا تكون برا بهم، وإن تطلب الأمر شيئا من الحدية، وإن تطلب الأمر شيئا من الحدية في الطرح، لأنه القضية قضية دين، جنة ونار، مو لعبة. تتطلب واحد أحيانا يكون حاد، مثلما ضربت لكم مثالا، أنت عندك إخوة في البيت وإذا بحريق يشب في البيت، أنت تعرف إجراءات السلامة خاصة في هذه البلاد، إحنا بلادنا هناك كنا نايمين ما نعرف شيء، إجراءات السلامة في هذه البلاد شي يقول لك إذا مجرد ما يشب الحريق شو تسوي؟ فورا تطلع برا البيت، الجر اللي أكل ماكو طلع برا، مو تنتظر ها والله خلي نشوف شو الموضوع ما أدري شو، يقول لك لا اطلع برا، تصل على على المطافي هم يجون، إذا قضية حريق مختصر، حريق صغير كبير كذا هم يتعاملون وياه. المهم أنت شنو تطلع، لأنه إذا تأخرت أحيانا ثواني ممكن القضية شنو تتطور، وبعدين ما يسعك بعد الخروج فتموت خنقا، النار شوية تتمدد تروح إلى أنبوب الغاز مو هالشكل، ينفجر البيت كله يحترق، صحيح لو لا؟ فأنت الآن في هذا الموقف، شب حريق في زاوية من الدار، الآن تروح لأخيك شو تقول له؟ شو تقول له في هذه اللحظة؟ تصرخ به، صحيح لو لا؟ تروح تصرخ به، قوم اطلع، إذا كان نايم تقوم يمكن حتى تصفعه، تنطيف من هذا الراشدي المضبوط حتى يقوم من النوم مو هالشكل، تقول له قوم مدى يقوم؟ أنت قضية نار، راح يحترق يتفحم، ما يصير تركه، قوم تنطي راشدي، قوم ولك اطلع برا، نار، هذه نار الدنيا، ماكو مجال هنا لأن واحد ما أدري، لو سمحت يا أخويا، يا بعد عيني، يا بعد قلبي، يا أخي من أمي وأبوي، يا كذا أرجوك، ترى أكو هالشكل نار، ولو تلطفتم، لو يعني هذا حتى ما رح صدق كذا، يعني لو تلطفتم تتفضلون معانا إلى الخارج حتى نكون إخوة متحابين، ماكو هذا الكلام، تنطي راشدي تقومه، قوم من النوم، أنت ترى نايم، قوم من النوم، نطلع برا، لا النار تحرقك. إحنا هم نفس الشيء، أحياناً أضطر مع أخي البكري أنطي راشدي حتى يقوم من النوم، إلى الآن نايم المسكين، منومين على شنو؟ أبو بكر صديق وهو زنديق، عمر ما أدري شنو اللي لو كان نبي بعدي لكان عمر وهو أكبر المنافقين، عثمان ما أدري تستحي منه الملائكة هو الله وكيلك ما كان، هسه ما نريد نحكي، انزين عائشة ما أدري مبرأة من فوق سبع سماوات وهي المدانة من فوق سبع سماوات، منومين البكري، هذا أخونا البكري ماكو، منومين على هذا، نوموه على هذه الضلالات. زين هذا الآن نام، يظل نايم، يظل نايم 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 نايم، يقوم فجأة يلاقي نفسه بجهنم،
هذا مسؤولية من؟ إلا بد أن يوقظ. زين تيجي تتكلم معاه بأسلوب لو تلطفتم لو تكرمتم ما يقوم من النوم، يراد لفت شيء شنو صفعة هالشكل تقومه من النوم حتى يلتفت أنه هذه قضية دين، قضية جنة ونار مو لعبة، والوقت هم ليس بيدنا. الآن في كل ليلة كم يموت من المسلمين؟ كم واحد ينام ما يقوم؟ كم أكو يوميا؟ الآلاف مو هالشكل ينامون ما يقومون، ماتوا خلص الله عز وجل جاء بأجلهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلص. زين هذا شلون أنت توقظه إذا أحيانا ما تستخدم أسلوب فيه شيء من الحدية، شيء من الضجيج، شيء من الصراخ، شيء حتى من الاستفزاز، بشرط أن يكون استفزازا محمودا كما صنعه خليل الله إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه. سوى استفزاز الرجل هذا النبي العظيم، استفزاز حقيقة. تكلم مع قومه، يا جماعة وحدوا الله، يا جماعة آمنوا بالله، اتركوا عبادة الأصنام، وإجاهم وسوالهم فهمهم ورواهم، قال هذا ربي النجم وبعدين القمر وبعدين الشمس، حتى يقرب لهم حتى يفهمون. شاف ما ينفع وياهم ذول، ما ينفع، مكبون على أصنامهم وعلى آلهتهم المزيفة. راح أحسن شغلة شنو سوى؟ استفزهم في هذه أقدس مقدساتهم، راح وكسرهم كلهم، كسره، استفزوا جدا، اغتاظوا من هذا الأمر اللي راحوا حاولوا إحراق إبراهيم عليه السلام كما تعلمون، لأنه أقدس مقدساتهم مسها إبراهيم عليه السلام، ولكن صفعهم صفعة إيقاظية، تبين لهم أن هذه الأصنام اللي تعتبرونها آلهة ما حمت نفسها من الكسر، فكيف تحميكم؟ فاهتدى من اهتدى منهم بمثل هذا الاستفزاز المحمود، هذا الذي نحن نصنعه، ونتائجه بحمد الله تتوالى، نتائجه الخيرة والطيبة. ما من جلسة الآن نجلس بث مباشر إلا وجمع من أهل الخلاف يتشيعون ببركة هذا المنهج الذي لا ننكر أن فيه صفعات، فيه حدية. نعم احنا قلناها في كلامنا في نظريتنا منذ سنوات، مو الآن، وين من أيام مجلة المنبر بالكويت كتبنا هكذا، لأننا نحبكم نؤلمكم، احنا هذا الذي نصنعه. فنرجو أن لا نفهم خطأ، هذا في مساره يمشي، لازم يمشي، وإن كان حادا في بعض الروايات عندنا ما مضمونه، وأن تجاهد أخيك على طاعة الله، تجاهده، يعني شوية يصير هنالك نوع من المواجهة مع أخيك. الإمام عليه السلام يقول على طاعة الله، شوية احتد معه حتى يستوعب القضية في بعض الموارد، طبعا بلا إفراط ولا تفريط، بما لا يخل أيضا بالكلمة الحسنى، بالجدال بالتي هي أحسن، كل هذا في موارده، توازن لازم يصير. المهم أنه لابد أنه هذا يمشي هذا الطريق. أما في دائرة الحقوق المدنية، الحقوق الدنيوية، نعم حكومة 1,000,000,000 مسلم، حكومة 2,000,000,000,000 مسلم، 3,000,000,000,000 مسلم، 10,000,000,000,000 ربما مستقبلا مسلم، فلتكن لهم حكومة واحدة، وليأتمروا ولينسقوا وليجتمعوا في القضايا المشتركة، في المصائر المشتركة يجتمعوا ويكونون يدا بيد حتى تتقوى هذه الأمة ولا يتكالب عليها أعداؤها، كل هذا مما نرحب به، لا تملقا ولا تزلفا للآخرين يشهد الله، وإنما التزاما بما أمر النبي ولا أئمة الطاهرون عليهم السلام، لا أكثر ولا أقل.